ما بين واشنطن لمصر كانت في طبعا الفترة اللي فاتت كتير من المصريين كانوا بدأت تروح طيارات علشان تجيبهم، اللي كان في دفعات وصلت من كان من الكويت، وحصلت أول أزمة بالنسبة لأنه كان المفروض إن هم يدخلوا حجر صحي وما رضيوش ومشوا جريوا، وبعد كده اتعمل قرارات بأنه لازم يتم تطبيق الحجر اللي هو 14 يوم لأي حد قادم من أي مكان لمصر، ومضوهم إقرارات، واتقال الأول إن هم تبقى على نفقتهم الخاصة في الفنادق، وبعد كده إيه الرئيس أصدر قرار بأنه لا، هتكون صندوق تحية مصر هو اللي هيتكلف هذا الأمر. كان في واشنطن وصلت طيارة في الأول من كام يوم، وبعدين طيارة تانية، ولقينا إن هم راحوا على مرسى علم. مرسى علم فالحقيقة موضوع إن هو يروحوا على مرسى علم دي يمكن إحنا وقفنا قصادها شوية وحاولنا إن إحنا نشوف هو إيه الموضوع، إشمعنا طيب إشمعنا الحكاية إن هم، ودي بعض الصور اللي بدأت تجيلنا بالنسبة لموضوع مرسى علم، وزي ما بقول لكم كده كنا بنحاول ان احنا نشوف ايه الموضوع، يعني ليه اشمعنا الناس بتوع واشنطن او الولايات المتحدة الامريكية اللي هم خلوهم يروحوا مرسى علم. والحقيقة يعني تم التواصل مع الاستاذ رامي فايز حنا، وهو عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الاحمر، وعضو جمعية مستثمري مرسى علم، ورئيس مجلس ادارة منتجع هابي لايف، ورئيس مجلس إدارة وشركة كريس ترافل، وهو معانا دلوقتي الأستاذ رامي، بنرحب بحضرتك معانا. أهلا بالسيادة دي كده دكتور منى. أهلا بحضرتك. نحب نعرف الأول هو إيه اللي خلى الاتجاه، بدل ما تقال إنه كان في فنادق هتكون حول مطار القاهرة هي اللي هيتم فيها استقبال أي مصريين عائدين من أي مكان، فوجئنا بإنه طيارة واشنطن راحت مرسى علم أو الطيارتين. هو الصراحة بعد أول تجربة من بعد قرار السيد الرئيس إن يبتدي يجيب كل ولادنا وأهلنا العالقين بره وليس المقيمين في الخارج. يعني سي مثلا وليكن حد كان مسافر أي حتة بره لسياحة لشغل لأي حاجة لفترة زمنية مؤقتة. يعني وتم وقف الطيران خلاص، احنا بنشوف السفارات عندها كام ريكوست وبنبتدي نجمع طيارات تروح حسب الديستنيشن دي وتجيب ولادنا واخواتنا اللي موجودين بره زي ما حصل سي في واشنطن. زي ما حضرتك انت ذكرتي بالنسبه لطياره الكويت اللي هي كان اول تجربه لينا، بعتنا وجبنا فعلا الطياره دي من الكويت ونزلنا الناس في فندق مريت من جوه المطار. الصراحة حصل هرج ومرض كتير، ما كانش العملية ما كانش منظمة في الأول، أهالي الناس لما عرفت حبت تروح، الناس عايزة تخرج، الشرطة هتتدخل، فالموضوع كان هيبقى فيه تصادم ما كانش محبس كالتالي. فبالتالي صراحة القيادة السياسية قالت إن إحنا هنعمل ثلاث اختيارات الطيارات اللي جاية، يا إما شرم الشيخ يا إما الغردقة يا إما مرسى علم، بحيث إن هي يبقى الدنيا هناك يبقى عزل صحي وليس حجري يا فندم، لان طبعا في فرق بين الكلمتين. زي ما حضرتك تفضلتي واشرتي ان هي احنا خدنا قانونيه 14 يوم من اي ديستيشن جاي بره ولا مصر. تمام. فتم الاختيار ان احنا هناخد كل ولادنا اللي جايين في الطيارات اللي جايه على مرسى علم. فمرسى علم ليه؟ لان درجه الحراره المبدئيه بتاعتها التمبريتشر يعني النهارده مثلا بالدرجه العاديه مش بالفرنهايت، النهارده درجه الحراره حوالي مثلا 25، مش هي درجه كويسه جدا. تباعد الفنادق عن بعضيها ما بين كيلو ل 2 كيلو كل فندق، فده انت تقدري تسيطري عليه صحيا وامنيا. تمام. طيب هل بيتم إجراء الفحص لكل اللي جايين، ولا بيكون مجرد بس فترة عزل ولو حد عنده أي أعراض يتم الفحص بعد كده؟ من ساعة لما الطيارة بتعمل التاتش بتاعها على الران واي، أول ما الراكب بيبتدي ينزل المطار على طول بيبتدي تعمل له زي في حاجة اسمها رابيد تيست. في حاجة اسمها إيه معلش يا أستاذ رون؟ رابيد تيست. رابيد تيست، اختبار سريع. بالظبط بالظبط يا فندم. رابيد تيست احنا بنعمله زي اختبار اللي هو بتاع يقيس السكر في الدم، يعني نفس الشكل كده يعني. ده بيبتدي يديني انديكيشنز مبدئيا الدنيا ماشيه ازاي از بلاد تيست للكوفيد 19. وبناء عليه بنبتدي طبعا بيقيسوا درجه الحراره بتاعته بالانفراريد، والدنيا لو الدنيا ماشيه كويس بيبتدي يتفضل يخرج بره ويركب الاتوبيس بتاعه لغايه لما يشوف يطلع للريزورت ويجي عندنا. لو في اي توجه تاني بالنسبه للدكاتره الراكب بيتفضل مشكورا بيعزلوه
ويبتدوا ياخدوه بقى يشوفوا يعملوا معاه ايه. تمام. انما مبدئيا طالما الراكب اللي نازل عندي سليم، ما فيش اعراض، التحليل السريع سليم، التمبريتشر بتاعته مظبوطه، يبتدي خلاص يتفضل يركب الباص ويجي على الريزورت على طول. تمام. يعني طبعا يعني بالنسبة للحالات اللي زي ما قلنا، أو يعني العالقين اللي بدأ عزلهم، كان في بعض الناس قاموا بمبادرة إن هم يبتدوا يدفعوا علشان ما يبقاش التحميل كله على صندوق تحيا مصر، وإنه ده واجب على اللي قادر إنه يعمل كده. هل بدأ في ناس يعملوا كده؟ أنا عارفة طبعا إنه كان اللي اتقال خلاص كل تكاليف الإقامة بالأكل 3 وجبات بكل حاجة على حساب صندوق تحيا مصر. هل فعلا بدأت حضرتك تشوف بعض المبادرات من بعض المصريين القادرين من خلال الموجودين دلوقتي حاليا في مرسى علم؟ هو شوفي، مبدئيا عشان نبقى الامور واضحه تماما، بالنسبه لكل الاقامات لاخواتنا المصريين جايين بدايه من رحله واشنطن، في كل الفنادق اللي اتحطت لها التكلفه دي في مرسى علم، بلس ان بعد انتهاء فتره العزل الصحي بتاعتهم بعد 14 يوم، سيادة الرئيس كمان أمر بطيارة تانية مخصوص تاخدهم من مرسى علم لغاية مطار القاهرة. تمام. وبعد كده يفضلوا يروحوا لأهليهم. التكلفة بالكامل زي ما حضرتك أشرتي هي بالكامل صندوق تحيا مصر مغطيها سو فار. تمام. المبادرات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتبقى مبادرة مباشرة ما بين جمعيات أو نقابات أو أشخاص ما بينهم ما بين صندوق تحيا مصر على طول، اللي هو متواجد في الحساب بتاعه في كل البنوك المصرية. إنما ما فيش حد بيطلع فلوس من جيبه كاش ويحطها على طول في مكان أو في فندق أو في حتة معينة فات. فالحاجات دي بتبقى unseen، ما حدش يقدر يشوفها. تمام. وبالنسبة لمرسى علم عموما، هل في أي حالات تم رصدها ولا وطبعا احنا عارفين انه بالنسبة للسياحة دلوقتي إلى حد كبير مفيش طبعا سياح حاليا، فهل ده صحيح مفيش سياح، وانه الحمد لله مفيش في مرسى أي لا إصابات ولا اشتباه؟ مبدئيا يا فندم، هي مش مرسى علم بس اللي ما فيهاش سياحه، هو العالم كله يا فندم ما نعم فيهوش سياحه. نعم. يعني دي حاجه مش في مصر بس، احنا حاليا للأسف. طبعا زي للأسف. بقيه العالم دكتوره منى، احنا حاليا دلوقتي نسبه اشغالات الفنادق فهي صفر. تمام. ما فيش فندق اوريدي سويتش اون وفاتح انواره وفي العماله بتاعته كامله والكلام ده. احنا لغايه مصر هندوت مثلا، احنا لغايه يوم 23 مارس اللي فات ده، يعني من اقل من حوالي 15 يوم، احنا كان نسبه اشغال فندقي انا اللي انا مستضيف فيه الطياره كانت نسبه اشغالاتي 94%. كان عندي فيه حوالي 300 ايطالي وحوالي 280 الماني والباقي تشيكي وفرنساوي واسباني. من يوم 23 نسبه اشغالاتنا صفر. صفر. احنا كنا اخر فندق في مرسى علم كان عنده اجانب. لغايه لما جالنا التكليف من رئاسه الوزراء في موضوع ان احنا نبتدي نستقبل الطيارتين بتوع واشنطن. بالنسبه لبقيه الفنادق زي ما بقول لحضرتك كده، يعني كله على طبعا. العالم كله سو فار. بالظبط كده. تمام. لكن اتقال انه برضو الفنادق مديه لكده، كان من الاول اساسا قالوا انه للناس اللي هتيجي بالنسبه للحجر الصحي ال 14 يوم دي اسعار مخفضه جدا، هل ده صحيح؟ لا لا لا، بص يا فندم، ما فيش الموضوع، ما كانش عروض من الفنادق ان هي تدي اسعار وما تديش اسعار. دي بتبقى يعني انت بتقفي جنب بلدك. تمام. ما فيش فندق اتعرض عليه الموضوع ده وحصل اختيارات. يعني الموضوع دي عبارة عن تكليف مباشر أنا ما ترددتش فيه ولو لحظة واحدة. تمام. يعني أنت بلدك في ظرف استثنائي زي العالم كله في ظروف استثنائية، فكان عندك يعني يا إما تقفي جنب بلدك يا إما تقفي جنب نفسك فقط لا غير، تقول يلا أنا وخلاص. فالحمد لله إحنا خدنا القرار الصح إن إحنا حطينا المنشآت الفندقية بتاعتنا تحت تصرف الدولة، جابت فيها الناس، والحمد لله أكيد زي ما أنت شفتي أنا بعت لحضرتك الصور. تمام. إحنا عرضناها أثناء مكالمة حضرتك طبعا. نعم. طب كويس خالص. يعني فيعني زي ما حضرتك شايفه الفندق بالكامل تحت تصرف الدوله بكل الامكانيات الموجوده عندنا، والحمد لله ردود الفعل كانت على المستوى المحلي وعلى ايفن حتى على المستوى الدولي. يعني في صفحات المانيه كتير جدا جدا، وده الساحل الالماني هو من اكثر الجنسيات اللي بتنزل مصر عندنا كسياحه. يعني السنه اللي فاتت كان جاي حوالي 1,700,000 الماني سياح. بتتكلم يعني بتشكر جدا طبعا في التصرف بتاع الحكومه المصريه، وبتناشد الحكومه الالمانيه ان هي تجيب كل الالمان
من بره وتوديهم زي المنتجعات اللي وديتها فيها الحكومه المصريه. طب في سؤال اخير يا استاذ رامي، بالنسبه لبرضه بعض العالقين في اماكن اخرى، يعني كان في فرنسا شفت فيديو لحد برضه بيستغيث، في بعض الدول الاخرى اللي يعني احنا جالنا من الكويت لندن وامريكا او واشنطن، هل في خطه او تم ابلاغ حضرتك ان هيكون في وفود اخرى من دول اخرى؟ لغايه دلوقتي المفروض ان طياره واشنطن وصلت لينا امبارح، المفروض ان دي تبقى اخر طياره سفر، انما لو في اي طلبات لاكثر سي مثلا من حوالي 50 فرد في مكان معين في لوكيشن معين، فتاكدي تماما ان القياده السياسيه مش هتتاخر. هم عددهم كام اللي وصلوا توتال الاعداد اللي من واشنطن حضرتك في الطيارتين؟ الطيارة الأولانية يا فندم وصل عليها 297، نعم، والطيارة الثانية وصل عليها 318، حوالي تمام 318 بالظبط. تمام، أنا حابب أشكرك شكرا. بس طبعا اتفضل. طيارة واشنطن طبعا دي كانت واخدة من نيويورك، واخدة من فلوريدا، واخدة من كاليفورنيا، واخدة من كذا حتة، كلهم تنقلوا من الولايات الداخلية يعني في الولايات المتحدة من أي ولاية لكان الواشنطن المتفق عليها كمحطة النقل المصرية. طبعا بس لازم تمام تاخدي في اعتبارك ان اللي كان معاه باسبور مصري بخلاف نعم الامريكي هو بس اللي كان عنده الصلاحيه هو يطلع الطياره، يعني باسبور امريكي فقط بس معهوش باسبور مصري للاسف ما كانش هيطلع الطياره، فالاهم حاجه كان ابراز الباسبور المصري الاخضر. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا بنحيي وطنية حضرتك وكل من قاموا بالمساهمة في مساندة الدولة المصرية والحكومة المصرية في هذه الأزمة، اللي زي ما حضرتك قلت برضو ربنا يا رب يرجع كل الدنيا زي ما طبعتها بسرعة، وكل السياحة في كل العالم، إنها أزمة فعلا عالمية، والسياحة لم تتوقف فقط في مصر ولكن توقفت في كل العالم. شكرا جزيلا أستاذ رامي فايز من مرسى علم.